الشمالي المتوسطي مثل جنوبي. تاريخ الدبلوماسية المغربية في وقت الأزمات يعني حضور بطبيعة الحال باسم مجلس الجالية المغربية، باعتبار أن الجالية المغربية تعيش في مجموعة من الدول التي تربطنا بها علاقات دبلوماسية سواء تاريخية أو علاقات اليوم. العلاقات التاريخية ممكن أن تفيد الجالية المغربية لأن تعرف على الأقل كيف كانت تتعاطى الدولة المغربية مع هذه الدولة. كاين دول اللي جمعتنا معنا لمدة 3 قرون، لقرنين أو لأقل من ذلك. إذن ستعطي مجموعة من العناصر اللي ممكن أن تستعملها الجالية المغربية في التعامل مع هذه الدول، خاصة أن الجالية تقوم بما نسميه بالدبلوماسية الموازية سواء كانت ثقافية أو كانت دينية أو كانت رياضية، لأن الدبلوماسية الرياضية اليوم بعد كأس العالم تلعب أدوار مهم في إشعاع المغرب. إذن الحضور ديالنا من أجل الاستفادة من هذا الملتقى ومن أجل ربما المساهمة في نشره والعمل مجموعة من المحتويات التي سيتفضل بها السادة الأساتذة. لا شك أن الدبلوماسية المغربية عبر التاريخ حققت نجاحات كبيرة باهرة، يعني لأن المغرب بلد منفتح، موقعه الجغرافي يعني أهله لأن تكون له علاقات مع جميع دول العالم. أعتقد من الدول القلائق التي نسجت علاقات كبيرة مع دول العالم سواء بأفريقيا، أمريكا، آسيا أو العالم العربي. إذن علاقتنا الدبلوماسية متشعبة وهي مبنية على ثوابت ومبادئ لم تحل عليها الدولة المغربية منذ أن بدأت في تواصلاتها مع دول العالم. إذن هذه المبادئ لا زالت تحكم الدبلوماسية المغربية. والدبلوماسية المغربية كما نعرف يعني في وقت الأزمات يعني تستعمل يعني كثير من المرونة واللباقة، ولكن مع القوة أيضا أو مع يعني الحرص على تحقيق المصالح المغربية وقضية الصحراء المغربية والدفاع الدبلوماسي عنها، خاصة بتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. يعني حققت نجاحات باهرة ومجموعة من الدول التي اصطفت إلى جانبنا من أجل يعني إحقاق الحق في مغربية الصحراء. الندوات هي ثمرة لعمل مشترك مع مجلس الجالية المغربية بالخارج، وأيضا سبق لنا وأن ضمن ندوة أخرى بتونس مع التنسيق مع كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة بتونس. ويعني أن هذا العمل لم يأتي من فراغ، فهو يعني تراكم معرفي و يعني بعد استيفاء فوجين من طلبه الماستر قررنا يعني يكون تتويجا لهذا الفوج الثاني هذه الندوه التي تعنى بقضايا الدبلوماسيه المغربيه، وخصصنا لها تدبير دبلوماسيات في زمن الازمات. يحضر معنا طلاب المهتمين والباحثين والفاعلين في مجال الدبلوماسيه. كما تعرفون ان الدبلوماسية لم تعد فقط حكرا على السياسة، بل تعدت إلى موضوعات ومجالات أخرى يعني الدبلوماسية الدينية، الدبلوماسية الثقافية، الدبلوماسية البرلمانية، ولهنا كنصبحوا يعني أصحاب الدبلوماسية تهتموا وتتكاملوا مع مجالات عديدة يعني حياتية ومجتمعية وثقافية. إذن فأتمنى تكون يعني برنامج هذه الندوة يفي بالغرض بمساهمتي ومشاركتي مهتمين في هذا الباب على أن يعني تفتح يعني المجال لتكوينات أخرى في مجال السياسة مثلا المجال الدبلوماسي. نحن هنا بالتاريخ على أن تساهم معنا يعني تكوينات أخرى في مجال الحقوق، مجالات الاقتصاد إلى غير ذلك في هذا التكوينات.